يعني وصلنا لنيفو اخر اللي دابا باقي حتى صفر حتى واحد ما قدر يجير. لا باش يقول لك واحد وشوش انا هضرت معاه على بعدا. لا 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 وشوش انا هضرت معاه على بعدا. لا 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 انا علاش نتحرك؟ دابا انت كمسير كون كنتي معانا ديك الساعه انا هي سمعني كيحاسبني على المنتج ديالي. هي سمعني احنا باش كنا من خاليه المستوى اللي خدمنا بعدا نجيو بحالنا. هي سمعني علاش؟ علاش نجيو كنهضر علاش؟ علاش نجيو كنهضر علاش؟ اما بيت 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 حيت ما قلتو لينا صباح الخير. ممكن ديرو ندوالينا هاد النقطه اللي كتشوفو انا داكشي اللي شفتو. انا ما عمرني كنت مسير في الكوكب وصراف ليا نكون في مسير. كنت عامل يلا. لا مرحبا صبرتي. لا سي اشرف الدرجي. السلام عليكم، تحيه طيبه للجميع الزملاء الكرام. كيف الصحه القصه؟ يعني ابن الفريق وعطى كثير الفريق، ويعني الحمد لله كاين واحد التفاهم الحمد لله كبير بيناتنا، يعني كنشتغلوا لا داعي للانسان انه يجي لواحد الفريق، يعني كاينين الناس، كاين السي عزيز الكناني اللي تيدير واحد الشغل جد مهم مع الحراس، كاين السي صلاح المحلل الاداء اللي تيقوم بالعمل ديالو ممتاز، يعني كنتابعوا، كاين السي عادل المسكين اللي يعني اشتغل معايا في التجارب السابقه واللي جبتو، يعني خصك تشتغل مع الناس لان تبارك الله يعني عندهم واحد المستوى عالي، عطاو كثير للفريق، ويعني وكان واحد التفاهم اللي ما كنا في المعسكر، يعني تفاهمنا على النقاط كيفاش غادي نشتغل، ويعني كان واحد التجاوب كبير، ويعني الحمد لله كاينه واحد العلاقه احترافيه كبيره واحد التفاهم، ويعني اصبحت يعني حتى علاقه الصداقه بيناتنا يعني تنطلقوا يعني خارج اوقات العمل، وهذا هو الشيء الجميل، كل شيء يعني متجند باش يعطي الكل ما عنده، يعني الفريق الكوكب المراكب هذا فريق اللي تيحبوه من الكلب ديالو، والكل يعني الحمد لله يعني ايجابي، والامور يعني تمر في اجواء ايجابيه، والكل يعني تيعطي باش الفريق يمشي للامام. والمدرب يقيم بالنتائج المحصله، 24 سنه من الاخفاقات، 24 سنه من النتائج السلبيه باستثناء جوج الفترات بالضبط 2009 وما بين 2013 ل 2015. سي يوسف ظاهر خرج في واحد الخرجه اعلاميه مع الزميله ديال سيراج وقال في الحرب لا فشلنا في الصعود خاصنا نمشيو. السؤال اللي تنقلبوا ليه على اجابه لا حنا لا جمهور الكوكب، اش اللي خلى يوسف ظاهر يبقى في نادي الكوكب المراكشي رغم كل هادشي اللي صرا، رغم ان الجمهور وضع الاسم ديالك رفقه عضوين اخرين باش انه ما رحل؟ شكرا. واش ديال الكوتش حيت حنا كنضرب لا صحيح لا جيو ولا كنديرها مع حنا وياك، ما كيحتاجش كندير انا وياك ومن بعد ما كتصبح ما عندي حتى اشكال وغادي نجوك واخا هذا الشيء هكا نجوك. سيد الوالد انا جيت في 2000 فاش طاح الفريق وما كانت عندنا ديالي اللي بالمجهودات ديالي وكذا اللي قعدت فيها كنرتاح وبخير وكذا، المجهودات ديالي مع الاخوان المديرين اللي كانوا ياك. فاش جينا تا كورة ما كاينه هنايا، جينا انا وسي ادريس حنيفة مشكور هذا الوقت فاش جا سميتو، عاد من بعد جا السي طاهر وقفنا تصعد الفريق، من بعد جا تصعد الفريق جا كان السي طاهر هو اللي كمل معنا السنة، من بعد مشى السي طاهر جا السي ابراهيم، دوزنا 4 سنوات كانت من اجمل وقيتها اللي كانت في النادي بعد الحجم الكبير. من بعدها مشينا في حالنا، ما كانش يوسف ظاهر مشى في حالته، سقط الفريق انا تقول لك هادشي باش تعرفوا حتى هذاك كان تعطيك واحد الفرض ولا كذا، هي بصح تجينا فوق اي حاجه، حنا بغينا الجمهور بغينا كنعرفوا اللاعب نشط من اللاعب هو الجمهور، هادي خصنا نعرفوها، والفريق اذا كان في مدينته راه نقولوا بصراحه 90% كونترول بوان في جيبو، لان تنعرفو الجمهور كيفاش يضغط على الفريق الاخر، تنعرفو بزاف الحوايج، اليوم راه بينا نلعبو، حنا ما عندناش لا ريتور، عندنا غير لا غادي يكون الماتشات تقريبا كلهم راه غادي حنا غادي نلعبوهم على برا، نستقبلو على برا، ولكن كاين وعد، تنعاود ناكدها، كاين وعد مع السي الوالي، مع رئيس الجامعة، مع كذا، باش يمكن يكون واحد الحل وسط اللي حنا كنشوفو ان شاء الله الرحمن الرحيم، ما باقيش غادي يخرجو حتى حاجة. كل الاسبوع المقبل نشوفوا شنو اللي غادي يكون ان شاء الله. كان لازم على الفريق يجيب لاعبين، مشكور السيد الرئيس والاخوان الاداره والحاج طاهر والاخوان كلهم اللي ساهموا
هاد الانتدابات اللي كانت باش نكونوا واقعيين خويا، وكانت يعني من احسن اللاعبين اللي كاين اللي تيتواجدوا في الكاس الوطني الثاني، وكان لزاما على الفريق انه يتعاقد مع هاد اللاعبين، خصوصا ان الموسم طويل وشاق. كما شفتوا قبل بدايه الموسم عندنا العديد من الاصابات اللي تصاب لنا اللاعب العبدي، وتصاب لنا اللاعب رضا بوغيمه، يعني في المباريات ديال الدوري التميز. هذا اول شيء، كان الظروف ديال التمرين كتبرق واحد الاجواء اللي جيده، كنتمرنوا الحراس بواحد 32 لاعب بما فيهم اللي صعدنا تقريبا اكثر من 10 لاعبين من فئه الامل واللي استحقوا يصعدوا، هما ابناء الفريق واللي عندهم مستقبل كبير خصهم يشتغلوا، ولكن كاين بعض اللاعبين فيهم اللي عندهم الجاهزيه الان باش يطرقوا وياخذوا واحد المكانه ديالهم داخل ديال الفريق، ولاعبين اخرين اللي باقي خصهم شويه ديال الشهر، وحنا يعني تنشتغلوا معاهم باش نجهزوهم. يعني هذا من جانب. بالنسبه للسؤال الثاني اللي ذكرتي ليا هو ديال المعدين البدنيين، فالمعد البدني الاول تعاقدنا معه، ولكن للاسف يعني بعد اسبوع اللي كان عنده شي اشتغالات وعندو شي مشاريع ديالو في فرنسا، بعد الدرك جا الدرك لقى عنده مشاريع اخرى كثيره، كل مره يعني كنت عبر تاع ديال اليوفا بي فرنسا اللي كان خصو يبقى يتغير، وحنا هادشي اللي ما قبلناش به. ولكن على العموم يعني الطريقه ديال الاشتغال ديالنا كطاقه تدريب كنشتغلوا بالطريقه ديال الانتيغري.